السلام عليكم ورحمة الله أحبابي، معكم إيمان المغربي، واليوم رح نتعلم كيف نستفيد من سعف النخيل اللي بيتم تقليمه من الأشجار ونرسم عليه بطريقة حلوة. في بالي فكرة ورح أطبقها معكم. بس يا ترى شو رح نرسم؟ أرسم بيوت قديمة، زي بيوت القرى القديمة أو بيوت جدة القديمة، بيوت قرانا إحنا القديمة، ما بتفرق كتير. المهم إنه رح أبدأ بالسماء. السماء كل مكان لون الأزرق فيها فاتح كل ما كانت أجمل، ومن أجل أني أخليها شوية حقيقية أكتر بضيف نقطة صغيرة من الأسود، فبتصير أزرق على جراي على سكن، زي ما إحنا بنشوف في ألوان الأكريليك. مجرد إنه ننتهي من الفرشة أو النايفز السكاكين، لازم على طول نحطهم في المي حتى ما نخسرهم، لأنه ألوان الأكريليك على طول على طول بتجف بالمية. أوكي، يلا بسم الله، نقول بسم الله. حرسم مساء الخير يا أحباب، كيفكم؟
شو أخباركم؟ أجتني فكرة حلوة إني أرسم على سعف النخيل أو بقايا سعف النخيل بعد ما أنقصها من الشجرة زي ما أنتم شايفين، فحبيت أرسم عليها إشي تراثي، بيوت قديمة، مساجد، نخيل. فأنا الآن بشتغل على هدول القطعتين، خليكم معي حتى تشوفوا النتيجة النهائية بإذن الله. استخدمت ألوان الأكريليك. طيب حبايبي، وهيك خلصنا. أنا هالمرة حبيت أرسم نخيل كونهم هم جذوع نخيل أصلا. هون نخيل بواحة